السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم ضمن موعدنا المتجدد والذي نلقاكم من خلاله للاطلاع على جديد الصحف المغاربية الصادرة اليوم. في البداية كالعادة نقرأ الصحف الجزائرية، نستهلها من صحيفة الشروق اليومي. في الشروق اليومي عنوان بارز يتعلق بإدماج تدريجي للموظفين بالإدارات، وتقول الصحيفة أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي قال للشروق بأن الأولوية لعقود ما قبل التشغيل، وأن غرامات مالية ضد كل مؤسسة ترفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. متابعة أي عون إداري يتلاعب بمناصب العمل ويتورط في البزنسة. عنوان آخر أشارت إليه صحيفة الشروق اليومي وكتبت في موضوعه: بوتفليقة العقار الفلاحي خط أحمر. تقاعد موظفي التربية. تقول صحيفة الشروق اليومي: في 59 للرجال وفي 52 من العمر للنساء الوظيفة العمومية ترخص استثناء لمستخدمي القطاع ووفق شروط معينة. تقول في صحيفة البلاد الصفحة الأولى مخصصة لموضوع العقار الفلاحي، وبوتفليقة يلزم الحكومة كما قالت صحيفة البلاد بدعم الفلاحين، ويشدد على أن العقار الفلاحي خط أحمر. الدولة تقول الصحيفة حريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين. في عنوان آخر وفيما يتعلق بما يشهده حزب جبهة التحرير الوطني من أحداث، تقول صحيفة البلاد أن تحديات كبيرة في انتظار معاذ بوشارب، وهو هل هي أفلان جديدة أم إعادة هيكلة شاملة؟ التساؤل الذي وضعته صحيفة البلاد في صفحتها الأولى. في صحيفة الخبر اليومي السلطة في ورطة، هذا العنوان الذي يتحدث عن سجن الصحفيين والفنانين والرياضيين والذي حولهم إلى أبطال في نظر الصحيفة وفي نظر الكثير من المواقع الإلكترونية. وأكدت الصحيفة أن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر تقول بأن لا أحد تعرض للتعذيب أثناء الحجز تحت النظر. اتفاق الجزائر لخفض إنتاج البترول في خبر كان بعد عملية الابتزاز الذي تتعرض لها السعودية من الرئيس الأمريكي ترامب، تقول صحيفة الخبر. في المشوار السياسي نعود للحديث عن القدرة الشرائية، ونجد أخبار تتعلق أيضا بالعقار الفلاحي، وتقول أن رئيس الجمهورية يؤكد في رسالة للفلاحين القدرة الشرائية للمواطن خط أحمر، والدولة حريصة على حماية العقار الفلاحي. منجم الفوسفات سيحرك الشرق الجزائري اقتصاديا، ويحيى يؤكد خلال تدشينه المشروع من تبسة. البنان ب 250 دينار قريبا بعد إعفائه من نظام رخص الاستيراد، تصريح لجلاب وزير التجارة لإضفاء الشفافية، تقول الصحيفة أكبر على الاستيراد. في صحيفة لسوار دالجيري والتي أوردت أيضا في صفحتها الأولى عنوان بارز يتعلق بزيارة ولي العهد محمد بن سلمان للجزائر، المتوقع أن تكون في 6 ديسمبر القادم، وقالت محمد بن سلمان قريبا في الجزائر خفايا هذه الزيارة أو لدسو دين فيزيت. هذا ما نقرأه في الصفحة الأولى لصحيفة لسوار دالجيري. هذه أهم المواضيع التي تطرقت إليها إذن مشاهدين في كل مكان الصحف الصادرة اليوم. لمناقشتها ينضم إلينا من الجزائر الصحفي والمحلل السياسي سيف الدين قداش. سيف الدين قداش نرحب بك، نشكرك على تلبية الدعوة، ونبدأ في الحديث عن موضوع يثير الجزائريين الآن من خلال رسالة بوتفليقة والمتعلق بالعقار الفلاحي والقدرة الشرائية للمواطنين. لماذا يعود الحديث عن العقار الفلاحي والذي هو في الواقع يعني لم يسلم كباقي العقارات ومن كل الأنواع، سواء المعد للبناء أو حتى العقار الصناعي لم يسلم من عمليات النهب المتتالية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. معني جيدا أخي عبد الحي؟ تفضل، أسمعك جيدا، تفضل. بالنسبة للعقار الفلاحي أستاذ عبد الحي، لما نتكلم في الجزائر عن العقار الفلاحي يجب أن نتكلم عن شيئين: عن شراء ترتكب ضد مستقبل الأجيال القادمة، ضد مستقبل الأمن الغذائي بالنسبة للجزائر،
لا يمكن أن نتكلم في هذه اللحظة المتأخرة عن العقار الفلاحي ومنطقة بوينان وكثير من المناطق في الجزائر أصبحت عرضة أو أصبحت مملوءة بالإسمنت المسلح. الكلام هنا متأخر جدا إذا صح التعبير. خلينا ننقل ربما زاوية الرؤية إلى مصر، إلى حيث يقوم عبد الفتاح السيسي رئيس المصري ببناء مدينة جديدة في الصحراء. لماذا لم تقم الجزائر الآن لحد الساعة ببناء عاصمة جديدة رغم الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها الجزائر؟ طبعا بحساب التعداد السكاني إضافة إلى المساحة الشاسعة والواسعة اللي هي 2,741,741. إذا تكلمنا عن هذه المساحة الشاسعة وعن دراسة العاصمة التي قررت الحكومة في مرحلة معينة إقامتها، أوقفت في هذه المرحلة الأخيرة المشاريع إزائها، هل يمكن أن نتكلم عن عقار فلاح؟ الجزائر أصبحت مناطق سكانية ومناطق مملوءة بالبنايات، من المستحيل أن نتكلم في هذا الصدد ما دام الوضع وصل إلى هذه المرحلة. أمر آخر بالنسبة للعقار الفلاحي أستاذي، الكثير من المناطق الصناعية التي أقيمت في الجزائر والتي أقيمت على أساس أن تكون مناطق صناعية لم تستغل في وجهها المنشود وفي طريقها السليم، أصبحت هذه المناطق إما مناطق فارغة إما مناطق فيها بعض المصانع والبقية تحولت إلى بزنيس. فيه أمر آخر أنه بعض الناس الصناعيين الذين لم يتحصلوا بإمكانياتهم وبعلاقاتهم بوسطاتهم عن أراضي الامتياز الصناعي أصبحوا أقاموا مصانعهم الذاتية، فلما وصلوا إلى مرحلة التسوية، وأنا شهدت حالة من هذا القبيل لما وصلوا إلى مرحلة التسوية. ألو تفضل تفضل. نحن في الاستماع سيف الدين، كنت تتحدث بشأن تسوية هذه الوضعيات. لا تسوية الوضعية بحكم أنه الجزائر قامت بإحصاء الأراضي، أنه ناس بكري أو الجزائريين سابقا أي من المجموعة ومن الفريق الذي جاء للبحث عن وضعية الأراضي جاوبوه بأنها أرض فلاحية، ولكن هي قادرة تكون أرض حمادة، قادرة تكون أرض غير صالحة، ولكن بحكم البداء أنه أصبحت هذه الأراضي أراضي فلاحية. وبالتالي الكثير من الناس لما يجيوا يسويوا الوضعية ينتحن يلقوا الاستدام أمام هذه الأمور، عوض إعادة ربما رسكلت هذه الأراضي ودراسة هذه الأراضي يتم باسم الفلاحة وباسم كذا، عرقلت كثير من المشاريع المنتجة. أنت تتخيل مثلا بلي ولاية مسيلة ولاية فلاحية، هي ولاية جزئيا فلاحية وليست ولاية فلاحية. نتكلم على ولاية الجلفة، هي ولاية جزئيا فلاحية وليست كلية، هي أرض شعبية. يعني نعم. سيف الدين قداش ما يمكن أن نفهمه أنه هناك لما يكون الأمر متعلق باستغلال الأراضي صناعيا يمنع استغلالها لأنها قطاع أراضي فلاحية وموجهة للفلاحة، ولما يتم استغلالها للبناء وللاغتناء لفئة معينة لا تصبح أراضي فلاحية؟ يا أستاذي نحن نرتكب ضد الجزائر أكبر جريمة، هي استغلال الأراضي الفلاحية لبناية السكنات. لماذا العاصمة الجزائرية لماذا تبنى في هذه السكنات؟ لماذا يوجد فيها أكثر من 4 أو 5 مليون من السكان رغم أنها ربما منطقة غير استراتيجية بالمفهوم التقليدي؟ يعني الآن أنا نقول لك باللي السيسي المتهم بأنه انقلابي والمتهم بأنه مجرم والمتهم بمختلف الأوصاف، صحت أو كذبت هذه الأوصاف، يبني عاصمة ممتازة في مصر وينفق أكثر من 40 مليار دولار لبناء عاصمة. لماذا الجزائر جوهر في المتوسط، الجزائر المنطقة الاستراتيجية، الجزائر قلب إفريقيا، لماذا لم تبني عاصمة؟ لحد الساعة في الجزائر البعض يبني من جيبه بأمواله الشخصية سكنات، وما زالت لحد الساعة الدولة تعتمد نظام السكن الاجتماعي، ويقوم البزنسية بالحصول على سكنات سوشيال امتيازات وكذا بدون أي مقابل. إلى متى تستمر الدولة في بناء الهوية العقارية الموجودة على مستوى المناطق الحيوية بالنسبة لها؟ يوم نتكلم عن العاصمة، إلى متى تستمر الدولة في السكن؟ لماذا لا تذهب الدولة ونحن نقتدي بفرنسا في كل شيء لاعتماد نظام الأشعلان الذي يقضي على كراء السكنات أو الاستيلاء على السكنات أو البزنس بالسكنات، ونذهب إلى من يتواجد في العاصمة العناصر المفيدة المنتجة التي قد تقدم إضافة للمجتمع وليس البزنس؟ نعم. وليس من يريد، والكثير من الدولة تفرق أبنائها. الشرطي لما يجي
الجلفة يكون في العاصمة، وخصوصا لما يجي من المستغرب يكون في العاصمة، ما توفرلوش الدولة ربما بريمة تاع السكنة أو المقابل تاع السكنة كما تفعل بريطانيا في لندن. وهذا المتعارف أن بريطانيا تعطي بدل العاصمة، يعني العاصمة فيها الإشارة بزاف، النفقات بزاف. هذه هي دولة القانون، هي دولة العدل. أما أنني مخطئ أخي عبد الحي. سيف الدين قداش، في الموضوع أسئلة كثيرة فسرت منها الكثير من التساؤلات في هذا الموضوع. موضوع آخر ننتقل إليه صادر في الصحف واهتمت به الصحف الجزائرية الصادرة سواء أمس أو اليوم في صحيفة لوسوارد الجيري، أمس في الصفحة الأولى لصحيفة الوطن، اليوم في الصفحة الأولى لصحيفة ليبرتي، تتكلم كلها عن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للجزائر. كيف تقرأ هذه الزيارة؟ وقد تساءلت صحيفة لوسوارد الجيري عن خبايا هذه الزيارة وأثارت الكثير من التساؤلات وأسالت الكثير من الحبر. أستاذي الكريم، أنا من أنصار السياسة الواقعية في تسيير الدولة. نحن لا نتعامل مع شخص، نحن نتعامل مع كيان، مع دولة تربطنا بها روابط دينية وتاريخية وثقافية وهوياتية. وبالتالي زيارة ولي العهد السعودي هو أمر عادي جدا في الدبلوماسية. إذا كان عندنا خلاف مع المملكة المغربية يمكن أن نتبادل الزيارات، ويمكن أن نتبادل النقاش على أساس مشاكلنا، حل مشاكلنا الثنائية وليس الشخصية. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان ينبي ولي العهد السعودي لديه مشكلة أخلاقية تتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي. هو يتكلم بأن السعودية بريئة من هذا التصرف، في نفس النسق تحمل المملكة العربية السعودية مجموعة من الناس المسؤولية لأنهم هما الفاعلين او الذين قاموا بتنفيذ الجريمه. هذه ليست مسؤوليتنا، نحن لسنا الان لسنا العداله، نحن الان دوله نسير ربما علاقات ثنائيه في اطار المصالح المتبادله. اليوم اذا كان الجزائر كدوله رفضت زياره مثلا دونالد ترامب او رفضت زياره ماكرون او كذا لحسابات سياسيه، هذا شيء واقعي جدا. اما انه يتم رفض الزياره من منطلق غير 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 واقعي او من مشكله شخصيه مع العداله الدوليه أو مع الضمير الشخصي للشخص، فإنه هذا غير منطقي. يعني ترى أن الزيارة لابد مع جميع دول العالم، ترى أن الزيارة لابد أن تسير سياسيا دون أن تسير يعني فيما يتعلق بما متهم به محمد بن سلمان وضلوعه في مقتل خاشقجي أو حتى في الجرائم في اليمن. سيدي الكريم، أنا درست العلوم السياسية كما درست الصحافة في المدرسة العليا للصحافة. الصحافة لا تملك الرؤية الكافية لإدراك ربما الواقعية السياسية. نحن لا يمكن أن نطبق المثالية السياسية. الولايات المتحدة الأمريكية راعية حقوق الإنسان كما تدعي، الواقفة على العدالة الإنسانية كما تدعي. اليوم رئيسها دونالد ترامب يتكلم بأنه إذا رفض أو أقام عقوبات معينة على السعودية فهو يخسر صفقاته لصالح الصين وروسيا. نحن اليوم نتكلم عن كيان اقتصادي لديه 800 مليار دولار أمريكي، نتكلم عن علاقات استراتيجية، نتكلم عن السعودية في قضايا إقليمية يجب اتقاؤها، نتكلم عن دولة يجب أن نتعامل معها بالكثير من الحذر لمصلحتنا الشخصية ولمصلحة بلادنا. شكرا جزيلا سيف الدين قداش، كنت معنا، ناقشت معنا جديد الصحف الجزائرية الصادرة اليوم. قراءة في جديد الصحف التونسية مع مراسلنا غفران الحسيني من تونس. مرحبا غفران. مرحبا زميلي عبد السميع، تحية إليك وإلى كافة السادة المشاهدين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية صادرة اليوم بالشأن السياسي والحديث المتعلق بانقلاب مزعوم بتصريح للأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي في قناة فرنسية. عنوان صحيفة المغرب: أزمة منظومة الحكم تصل إلى منتهاها، فالانقلاب. كتبت المغرب أن كنا نتوقع منذ عدة أسابيع أن تصل الحرب المستعرة داخل منظومة الحكم ولا سيما داخل الحزب الفائز بالانتخابات في 14 و2000 إلى مستويات رديئة تكون فيها كل اللكمات مباحة فوق السنتورة وتحتها كما يقال، ولكن لم نكن نتوقع بأن يصل مستوى الحرب المسعورة إلى مثل هذه الرداءة وإلى مثل هذا الانحدار. كلنا ندرك أن الصراع داخل النداء وبين رأسي السلطة التنفيذية لم يكن ليوم واحد نتيجة اختلاف في السياسات العامة أو في الاختيارات الكبرى، بل كانت حرب مواقع حول الحكم وشروط البقاء فيه. وكنا أكدنا في أكثر من مناسبة أن هنالك مسؤوليات لا يمكن إنكارها تابعت المغرب.
كانت السبب الرئيسي للحرب المسعورة والمتعلقة بما أسميناه مسار التوريث الديمقراطي. التصريحات الأخيرة للأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحية حول انقلاب مزعوم يصل بالحرب السياسية في البلاد إلى أدنى مستوياتها، خاصة وأننا مقبلون على شتاء ساخن في كل المقاييس ونحن أمام امتحان حقيقي للجميع، امتحان القضاء العسكري حول هذه التصريحات والمطالبة بالفصل السريع في الدعوة التي رفعها سليم الرياحي وتكييف التتبعات القضائية إذا لم يكن أن تتم هذه القضية دون أن يبوء بها أحد، إذا الحديث عن الانقلاب على شرعية الصندوق بالقوة ليس حديثا عاديا ولا تهمة، ينبغي أيضا أن تشوش على الوضع السياسي العام لأشهر طويلة. نتحول الآن إلى صحيفة الشروق. غضب ضد زيارة محمد بن سلمان، حيث تابعت الصحيفة توافد أعداد غفيرة من التونسيين أمس أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتنديد بزيارة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى تونس، رافعين شعارات ضد هذه الزيارة، حيث رفع المحتجون تنديدا بزيارة محمد بن سلمان على غرار وين حقك يا خاشقجي، ومن دخل دار ابن سلمان فهو آمن، وأطفال اليمن يستغيثون، كما دعا الغاضبون إلى قطع العلاقات الدبلوماسية تضامنا مع أطفال اليمن كما نقلت الشروق. عنوان آخر كذلك من الصحيفة، تعليمنا في خطر، حيث سلطت الصحيفة الضوء على أزمة قطاع التعليم بتونس والصراع بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي ونقابة التعليم، أين أصبح التلميذ يدفع الثمن بين حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات. تترنح القرارات النقابية في معركة لي ذراع بين النقابة ووزارة التعليم، وتساءلت الصحيفة إلى أين. نختم جولتنا بصحيفة الصباح وفي موضوع متعلق بالصحة. عبد الرؤوف الشريف، إذا لم يقع إنقاذ الصحة العمومية سنة 19 و2000 سنقول وداعا لهذا القطاع، حيث بين عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة أن سنة 19 و2000 ستكون سنة مفصلية بالنسبة للصحة العمومية، وإذا لم يقع إنقاذ هذا القطاع في غضون السنة القادمة سينتهي أمره. وأضاف أمس خلال لقاء جمعه تحت قبة البرلمان بنواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أن رصد 1000 مليار للصحة لا يكفي، ولاحظ أن الميزانية المخصصة لوزارته خلال السنة المقبلة لا تلبي الحاجة، ويقدر حجم ميزانية الوزارة للسنة القادمة ب 2866 مليارا و 800 ألف دينار مقارنة بميزانية السنة الجارية التي سجلت تطورا بنسبة 8%. هذا زميلي عبد السميع تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا غفران الحسيني. قراءة أيضا في جديد الصحف المغربية مع مراسلنا نبيل عبد اللاوي من المغرب. مرحبا نبيل. مرحبا بك وبجميع السادة المشاهدين، استعراضا لأبرز عناوين الصحف المغربية التي صدرت هذا اليوم، والبداية بيومية الأحداث المغربية التي تعنون في صدر صفحتها الأولى البام يغلي، حيث يعيش حزب الأصالة والمعاصرة مجددا على وقع أزمة داخلية اشتعلت بين قيادة الحزب ومناضلي عدد من الجهات، والتي أعلنت في بيانات متفرقة أن حزب الجرار يعيش على وقع تنظيمي هش. واعتبر مناضل الحزب بجهتي سوس ومراكش أن الوضعية التنظيمية والسياسية سيئة للغاية، وباتت تطرح إشكالات عميقة وذات أبعاد خطيرة جدا، حيث أصبحت تغيب الحزب تنظيميا وسياسيا على المستوى الوطني. في ذات اليومية دائما نطالع بأنه من المقرر أن يتم الشروع في تشديد المراقبة على مستعمل الطريق من سائق العربات، خاصة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات. وكشفت الجريدة أن تداريب مكثفة تجري لأفراد شرطة المرور حول استعمال أجهزة قياس نسبة الكحول عند سائق العربات بواسطة زائر التنفس.
ووفق الصحيفة ذاتها فإن تدريب شرطة المرور يستند على كيفية التعامل مع المواطنين أثناء إخضاعهم لاختبار شرب الخمر وكذلك كيفية تحرير المحاضر المتصلة بهذه النوازل من قبل الشرطة المختصة. نتحول إلى يومية المساء التي كتبت بأن وزارة الصحة تنهي تحقيقات واسعة في اتهامات ضد مديرية الأدوية والصيدلة، ووفق الجريدة فقد تم الاستماع إلى عدد من المسؤولين قصد إنجاز التقرير الذي سيوضع أمام وزير الصحة، وقد انطلق هذا التحقيق قبل إعفاء عمر بوعزة المدير الأسبق للمديرية والذي كان موضوع اتهامات خطيرة في إحدى المحطات الإذاعية، وهو الأمر الذي أحدث استنفارا في الوزارة خاصة بعدما زعم عبد المجيد بلعيش المدير السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية بأن بعض الشركات قد تعرضت لضغوط من أجل تقديم 3 ملايين درهم بمناسبة تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للدواء سنة 2015. كما تنشر ذات اليومية بأن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت مذكرة تحدد اللبنات الأولى لتأسيس معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني بالمغرب، ووفق المنبر ذاته فإن معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني في بنيته الجديدة سيضم أعدة أقسام ومصالح تجمع بين مختلف التخصصات المهنية التي تدخل في إطار معالجة الأدلة والقرائن الجنائية واستغلالها في الأبحاث القضائية. نتحول إلى يومية أخبار اليوم التي اهتمت بموضوع رياضي في صدر صفحتها الأولى، تفوق على فيتا كلوب بثلاثية في ذهاب نهائي الكاف، الرجاء البيضاوي المغربي يزهر. وفي ذات اليومية دائما وعلاقة برفع الضرائب على الشركات التي تنتج المشروبات الغازية داخل مجلس المستشارين لوبي شركات المشروبات ضد ضريبة السكر، فبعد تصويت مجلس النواب على الرفع من ضريبة استهلاك المشروبات التي تستعمل مادة السكر ب50%، حاولت بعض الشركات التي تنتج العصائر والمشروبات السكرية وكذلك الخمور بالاتصال بالفرق النيابية في محاولة منها للتراجع عن هذه الضريبة التي قالت بأنها تهدد الاقتصاد الوطني. نختتم هذه الجولة في الصحف المغربية التي صدرت هذا اليوم بيومية رسالة الأمة التي هي أيضا خصصت عنوانها الأبرز لفريق الرجاء البيضاوي، خطوة عملاقة للرجاء البيضاوي نحو الظفر بكأس الكاف. وفي عنوان آخر مرتبط بعاملات الفراولة بإسبانيا تكتب يومية رسالة الأمة: هذه تفاصيل التدابير الجديدة لتحسين ظروف عاملات الفراولة، حيث سطر كل من المغرب وإسبانيا تدابير وقائية وإجراءات جديدة لتوفير ظروف اشتغال أفضل للعاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية لتجنب تكرار ما حدث في الموسم الماضي، حيث اشتكت مجموعة من العاملات عن تعرضهن لاعتداءات جنسية أثناء عملهن. كان هذا إجمالا أبرز وأهم العناوين الصحفية التي صدرت بالمغرب هذا اليوم. شكرا نبيل عبد اللاوي. بدورنا قراءة في صحيفة لوموند الفرنسية والتي عنونت صفحتها الأولى بعنوان يتعلق بالصحة العالمية، وقالت أن مسألة زرع الأعضاء تثير الكثير من التساؤلات وتسيل الكثير من الحبر عالميا. العنوان جاء في صحيفة لوموند: زراعة الأعضاء فضيحة صحية عالمية. قالت صحيفة لوموند أن الحوادث المرتبطة بالمعدات الصحية التابعة لهذه العمليات تسببت في ما يزيد عن 82 ألف وفاة و 1.7 مليون مصاب خلال 10 سنوات الأخيرة في أمريكا. وفي فرنسا قالت بأن عدد الحالات بالنسبة للقتلى وحتى للمصابين تضاعف خلال هذه الفترة، أي 10 سنوات الأخيرة، مع أن السلطات في فرنسا تقول الصحيفة تجهل عدد الذين أجروا عمليات من هذا النوع أصلا. هذا هو الموضوع الذي ركزت عليه صحيفة لوموند الصادرة اليوم في فرنسا. نختم موعدنا في بالاطلاع على الأخبار بصيغة الكاريكاتير.
شكرا مشاهدينا في كل مكان على المتابعة، وإلى اللقاء.